السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الدرس حنشرح لكم رسم سلايدنج نوت اللي هو القطعة الثالثة. كيف ما احنا درسنا في الدروس السابقة رسمنا سلايد بيس اللي هو كومباوند سلايد بيس وسكرو سبندل، تو بندرسو سلايدنج نوت اللي هو القطعة الثالثة. يعني كيف ما واضح امامكم القطعة الثالثة هذه لما اشرح هذه الكيفية اللي هي موجودة في الرسم. يعني نمشي البرنامج الكتية ندير ستارت ميكانيكال ديزاين بار ديزاين، نختار بلين واي زد، ندير سكتش، بعد ذلك نرسم مستطيل. مستطيل نرسم، بعد المستطيل نرسم دائرة من المنتصف إلى هذه النقطة. ندير قطع الزائدة لهذا، بعد ذلك نرسم، ندير نخرج شوية وندير باش ينزل الطرف الفوقي، بعد ذلك نحدد نصف قطر الدائرة هذه أو قطر الدائرة كيف ما عندنا احنا 36 اللي هو 36 دايمتر. طبعا احنا عندنا المسافة من النقطة هذه اللي عند فوق اللي هي كيف ما نعرفه 19 اللي هي من منتصف الدائرة هذه، منتصف الدائرة هذه لعند أعلى هنا اللي هي 19. لكن قبل ما نديرها نحدد الخط هذا والخط هذا ونديرها كليك يمين ألو سيمتريك لاين ونمسح البعد. نحدد المسافة من النقطة هذه إلى أعلى مسافة كما اتفقنا 19، وعندك المسافة هذه اللي هي 19. حدد جميع الأبعاد، نخرج منه، ندير باد. طبعا باد هو المسافة اللي هو 28 يعني كلها، لكن أنا نبي نحدد من المنتصف نمشي 14 يمين و 14 شمال على خاطر نبي نرسم بعدين الدائرة الفوقية، حتلاحظوها بعدين كيف. خلي ندير زي ما قلت لكم 14 من الطرفين، نضغط اوكي، هيك رسمته كويس. نرسم تو ناخذ السطح هذا وندير سكتش. بعد ما درت سكتش لاحظ انها موجودة في المنتصف، بامكاني نرسم دائرة بكل سهولة. لو كان ما درتهاش من جهتين هيعطيك من طرف وتبي ترسم دائرة، اوكي صعب شوية. فنرسم دائرة بقطر 20، نخرج من سكتش، ندير باد، المسافة العلوية 13، نضغط اوكي، هيك رسمته. هو نبي نرسم الثقب الداخلي هذا اللي هو قطرة 20، نحدد السطح هذا وندير هو سكتش. بين النقطة هذه وبين القوس هذا نحدد المسافة اللي عبارة عن كونسيدنس باش يجيبها في المنتصف، نخرج منه قطرها كيف ما اتفقنا من 20 20، وطبعا up to next يعني من البداية إلى النهاية. نطلع اوكي اوكي، نرسمت القطعة الثالثة امامكم. في الختام لابد ما تحفظ الشكل اللي درته. رسمنا البيس اللي هو كومباوند بيس وسكرو سبندل، وثالث قطعة اللي هي سلايدنج نوت، نسميها سلايدنج نوت، صح ولا كسبلك سلايدنج نوت. نضغط على سيف. في الختام لا تنسى الضغط على زر سبسكرايب بالإضافة إلى لايك، شير للفيديو، كومنت إن أمكن، وشكرا جزيلا لحسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله.